دبلوماسية السيد عمرو موسى. مساء الفل. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب سيد عمرو موسى. النهارده واحنا في اول حلقه من البرنامج، خليني اقول لك ان انا سعيد ان حضرتك بتطل علينا وعلى البرنامج في اول حلقه. وانا بتمنى لك برنامج موفق ان شاء الله وناجح ومتابع من ناس كتير. الله يخليك. كنت عايز اسالك في البدايه، خاصه ان بكره 11/11 وده حادث فارق نفسه، السياسي عمرو موسى شايف 11/11 ازاي؟ شوف، 11/11 هو اللي بعد 10 وقبل 12، مجرد يوم من ايام هتشرق. انا ما يعني لا اذكر مين اللي بدا حكايه 11/11 وعمل منه تاريخ محدد وزي ديدلاين وكبر هذا الموضوع. احنا كمواطنين نخشى على مصر، يعني ما صدقنا نحقق الاستقرار ولنا رأي فيما يتعلق بإدارة الأمور والنظر إلى المستقبل والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والوضع القانوني والدستور إلى آخره. هذه الآراء قد تتفق وقد تختلف، إنما ما لا يصح في هذه الظروف اللي بتمر بها مصر إنه نهز استقرارها بمظاهرات وبمصادمات. إحنا ما صدقنا نبعد عن هذه المنطقة الخطرة اللي بتهز استقرار البلاد. فأنا أطالب، لا أطالب الناس أبدا أنهم يتبعوا رأي واحد وأنهم لا ينتقدوا أو يقبلوا بدون نقاش هذا القرار أو ذاك، إنما أنا أطالب بالتعقل تماما وأن إحنا جميعا نقف في هذه الظروف الصعبة للغاية، نقف صحيح يعني مع مصر، مع المصلحة المصرية، والمصلحة المصرية هي في الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الإداري، الإصلاح القانوني، الإصلاح الدستوري. دي مصلحة مصر الحقيقية، ونستطيع أن نطالب بذلك ونتحدث عن ذلك وندعم أي قرارات سليمة من الحكومة في هذا الاتجاه. بس الناس تعبانة يا سيد عمرو موسى، الناس تعبانة. طبعا 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 الناس تعبانة، مش عايزة كلام، واضح ان الناس تعبانة، وعلى الحكومة انها تشرح هذا الموقف، والحكومة انها تروح البرلمان وتتكلم عن الاجراءات الاصلاح الحالية والمستقبلية والمقصود ايه. وهم الحكومة بتعتقد انها بهذه القرارات الاقتصادية في اي اطار زمني هيحدث هذا التقدم، ووجهة نظرها بالنسبة للأسعار، ووجهة نظرها بالنسبة للشغل، يعني البطالة ومعالجتها. الحقيقة ضروري من شرح من الحكومة. يعني أنت في كلامك اللي أنا سمعته قبل ما تسألني بتتكلم عن 11/11 والحكومة ما اتكلمتش، يعني هو مش تقول أنها خايفة ولا مش خايفة أو حذرة أو هتتخذ إجراءات الأمنية اللازمة، لا، كان لابد تشرح رسميا أمام مجلس النواب. بس الحكومة بتستند للدستور اللي حضرتك قلت رئيس لجنته، حضرتك ما اشترطتش على الحكومة انها تستأذن البرلمان لو قررت ترفع دعم او تقلل تزود اسعار. القرارات الخطيرة في الظروف الدقيقة اللي بنمر بيها مش مسألة نصوص فقط، وانما مسألة سنس. نعم، موائمة سياسية. مسألة موائمة سياسية. نعم. انها تتكلم، مش شرط ان يكون حد بيضربها على ايدها، انما هي تعلم انه مواجهه مثل هذه الظروف اللي هو الكلام عن 11/11 والناس التعبانه والناس اللي يعني اليائسه دي ما يصحش الانتظار، وعلاجها العلاج الوحيد اي العلاج الامن. العلاج كان يجب يكون بشرح كل السياسه، وان احنا ما نقصده من هذا الاجراء هو كذا، ما نتوقعه هو كذا، وان احنا هنقف مع الطبقات الفقيره الضعيفه وحنعوضها بالشكل الفلاني وحنعوض بسرعه كذا. سيد عمرو موسى شايف السياسه فين؟ مش السياسه واقفه من 30 يونيو وبالتالي الاقتصاد متزامن معاها، فبالتالي احنا وصلنا لمأزق. اسمع يا محمد، المساله مش مساله السياسه واقفه ولا قاعده. نعم. المساله مساله كيف تدار الامور، وانا بتصور ان الحكومه في مثل هذه الظروف الصعبه للغايه كان عليها انها تشرح، وعندها منبر واضح. المسألة مش مسألة مؤتمرات صحفية بقدر ما مسألة انه تروح للبرلمان، نعم، مجلس النواب، وتذاع الجلسة ويتكلم رئيس الوزراء.
ويشرح كل هذا. هنا ده علاج كل المخاوف اللي زي 11 11 12. نعم. الكلام ده سيد عمرو موسى، امبارح ظهرت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما أقدرش مع عميد الدبلوماسية عمرو موسى أتجاهل الحدث ده. دونالد ترامب باختصار، عمرو موسى شايف تأثيره إزاي على المنطقة؟ لا طبعاً إحنا ما نقدرش نتجاهل هذا الحدث الضخم اللي هو انقلاب على المؤسسة اللي تعودت عن أن تحكم أمريكا. ترامب يعني شخصية جديدة. الكلام اللي قاله في أثناء الحملة الانتخابية لا يطمن، لا يطمن كثيرين، لأنه بيتكلم يعني له وجهة نظر إزاء المهاجرين، إزاء اللاجئين، إزاء المسلمين، إزاء بعض الأقليات، فيها نكهة عنصرية معينة. ولذلك شايفه خطر على الشرق الأوسط؟ لا يا ما مش موضوع خطورة، لأن هو من الرؤساء السابقين كانوا عملوا إيه للشرق الأوسط. يعني أجزاء يعني أحد الأسباب الرئيسية لما جرى، ليس السبب الوحيد، إنما أحد الأسباب الرئيسية للفوضى الموجودة هنا في الشرق الأوسط الآن هي السياسات غير السليمة اللي اتبعتها عدد من الدول الغربية، واللي الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع ما يعني لم تظهر الاهتمام الكافي باستقرار البلاد، استقرار هذه المنطقة، بقدر ما يعني ركزت على مصالحها الضيقة طبقا لمفهومها هي. فإحنا يعني ترامب رئيس جديد جاي ليضيف إلى رؤساء سابقين كلهم كان لهم سياسات أدت إلى ما نحن فيه. إنما ترامب هل له سياسة جديدة؟ أنا بعتقد أنها كله سياسة جديدة. إنما هي سياسة هذه جديدة. السياسة الجديدة؟ إيه هي هذه السياسة الجديدة؟ هل هي سياسة متطرفة في موقفها إزاء المسلمين، إزاء الدول الشرق الأوسط، إزاء العرب، ولا هي سياسة جديدة؟ أنا سمعته بيقول نحن سنكون منصفين إزاء كافة أطراف المشاكل في الشرق الأوسط. هذا هو ما سوف يكون الحقيقة. يعني أنا بأدعو معاهد البحث إنها المصرية إنها تجيب كل تصريحات ترامب في العام الماضي وتدرسها وتجدولها، لأن هنخرج من هنا من مثل هذه القراءة بمعرفة التوجه اللي هيلجأ إليه. سيد عمرو موسى، أنا أتمنى أن حضرتك تشرفني في لقاء موسع هنا، وأن لا أكتفي بمداخلة بس في 30 ثانية. حضرتك ترى العلاقات المصرية السعودية قطيعة أم مجرد خلاف وجهات نظر؟ لا 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 قطيعة. زي إحنا لا نتحمل هذه القطيعة، لا إحنا ولا لا العرب يتحملوا، ولا السعودية تتحمل، ولا مصر تتحمل. إحنا ضروري نعمل على رأب أي صدع يحدث، وعلى تنقية العلاقات من الخلافات البسيطة، لأنه موقف مصر والسعودية سويا في هذه الظروف العربية الصعبة والظروف الصعبة في منطقة الشرق الأوسط أمر ضروري. نعم السياسي إذن دعنا لا نتحدث أبدا عن قطيعة. كلمة قطيعة دي شيلها من إذن هي خلاف، مجرد خلاف في وجهات نظر. لا هي خلافات، إنما هذه الخلافات ضروري أن تعالج وليست عصية على العلاج. نعم أنا بشكر حضرتك السياسي اللامع عميد الدبلوماسية العربية السيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق. كان في مداخلة في أولى حلقات البرنامج، هنطلع فاصل ولسه مكملين. ليه عندكم نص ساعة؟ لازم تكونوا قاعدين مستنيني بعد الفاصل.